وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الذي بعثني في الكلام على هذا الموضوع خصوصا أن من المسلمين يظنون أن هذا البدن ملكا لهم، فيتصرف فيه الإنسان كما يشاء، فتجد الإنسان لا يعتني بهذا الجسد على أنه أمانة أمننا الله سبحانه وتعالى عليها. فهذا البدن أمانة، لو كان ملكا لي الذي ينتحر إذا لماذا يعاقبه الله؟ الذي يؤذي نفسه لماذا يعاقبه الله؟ يعاقبه لأن هذا البدن ملكا لله، هذا البدن أمانة عند هذا الإنسان، فيجب المحافظة عليه. من طرق المحافظة عليه الغذاء والعلاج وصيانة هذا البدن كما سيأتي. فإذا الموضوع الذي بعثني على الكلام في هذه المسألة هو تفريط من المسلمين بحق هذا البدن رعاية وصيانة. والأمر الثاني، بعض القواعد المهمة التي يجب أن ينضبط بها الإنسان المسلم أو أي إنسان حتى يحافظ على هذا البدن ولا يأثم ولا يكون في أفعاله ما يغضب الله سبحانه وتعالى وما يؤذي هذا الشخص.